طيب، واحنا بنتكلم لسه عن قطر ودورها في تخريب المنطقة ونشر الإرهاب في العالم، لازم نبقى متأكدين انه اغلب دول العالم برضو بدأت انها تتحرك لمواجهة خطر الإرهاب القطري على اوطانهم. احنا شفنا على وجه التحديد ما يحدث في فرنسا مؤخرا اللي زاد فيها نشاط قطر وجماعة الإخوان الإرهابية، وده يمكن اللي خلى صحيفة لو باريزيان الفرنسية تنشر نص تحقيقات اتعملت بخصوص التجاوزات المالية. مصادر الدعم لإخوان باريس من خلال المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية التابع لاتحاد مسلمي فرنسا. الصحيفة الفرنسية سلطت الضوء من جديد على هذه الأنشطة المشبوهة لجماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا بعد ما تم اتهامهم بالتجاوز المالي، سوء الإدارة وتوجيهات أو ما وجهه الادعاء العام للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية التابع لاتحاد مسلمي فرنسا. هذا التقرير اللي نشرته الصحيفة الفرنسية أكد أنه كل المعلومات بتأكد أنه في تهديد للأمن القومي في فرنسا، وأنه هذا المعهد بيعتبر وجهة لتنظيم الإخوان الإرهابي بعد ما مكتب المدعي العام في بلدة بوبيني دي شمال شرق باريس فتح تحقيق قبل شهر فيه تهم خيانة الأمانة وإخفاء خيانة الأمانة ضد إدارة المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية. وصف الإعلام الفرنسي المعهد بمدرسة الأئمة الغامضة لأنه بيقوم بتدريب وتأهيل الأئمة والمدرسين اللي بيتم توظيفهم في المدارس القرآنية والمساجد، وشكوك دي هي اللي خلت المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية يكون تحت رقابة أجهزة المخابرات الفرنسية اللي طبعا لقوا أنه هذا المعهد بيدعم بشكل كبير التطرف وبشكل طبعا غير معلن. التقارير الإعلامية الفرنسية قالت أنه عميد المعهد أحمد جبلة أبرز مثال على التناقض بين الخطاب المعلن للمؤسسة التابعة لتنظيم الإخوان وما بين الأفكار اللي بيؤمن بيها، رغم أنه كان رئيس لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا اللي غير اسمه في فبراير 2017 لاتحاد مسلمي فرنسا. صحيفة لو باريزيان قالت أنه بعض الطلاب اللي درسوا في مدرسة الأئمة بقوا بعد كده جهاديين وإرهابيين، زي رضا حامي اللي تم تجنيده في سوريا لاستهداف قاعة حفلات وتم القبض عليه قبل شهور من الهجوم على مسرح باتيكلان في باريس في 2015. إناس مدني أيضا خريجة المعهد اللي اتحكم عليها بالسجن 30 سنة لمحاولتها تفجير سيارة قدام كاتدرائية نوتردام في باريس في سبتمبر 2016، ده غير طبعا عشرات الطلاب في المعهد اللي سافروا من فرنسا عشان ينضموا للتنظيمات الإرهابية في سوريا. في تحقيق دلوقتي بتقوم به السلطات الفرنسية في مصادر التمويل المشبوهة لهذا المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بعد ما كشف تحويلات غير قانونية لهذه المؤسسة من قطر ومن أيضا ومن الكويت، ده غير التأكيد على محاولات طبعا الإخوان في فرنسا التغلغل داخل مؤسسات الدولة من خلال المدارس الإسلامية، لأنه بقى فيه دلوقتي 30 مدرسة متخصصة في التعليم الإسلامي في فرنسا، والمدارس دي اللي كتير منها بيدعو للطائفية وللفكر المتطرف، لدرجة أن وزير الداخلية الفرنسي أكد أنه الشهر اللي فات لدى أو بدأ ليهم تخوف من تنامي تنظيم الإخوان في فرنسا. يمكن ده بيأكد بعض الأخبار اللي احنا كمان كنا بنتابعها مع حضراتكم قبل كده من أنه النظام القطري بيتغلغل داخل أوروبا أو بيوسع القاعدة بتاعته داخل أوروبا من خلال مجموعة من المعاهد سواء الإسلامية أو زي منظمة الإغاثة الإسلامية في إنجلترا، وبنشوف هذا المعهد الإسلامي في فرنسا أيضا اللي طبعا بيحاولوا من خلاله ان هم يجندوا مجموعة كبيرة جدا من الشباب ويتلعبوا بالعقول، عقول الشباب داخل هذه الدول عشان يعملوا بعد كده جيل آخر من الإرهابيين والمتطرفين بكل تأكيد عشان يحقق المصالح القطرية. ودي صحيفة أو الخبر اللي كان على صحيفة لو باريزيان الفرنسية.